مفيش بيت في العالم كله النهاردة ما تابعش وصول جو بايدن للبيت الأبيض، ومفيش بني آدم في العالم ولا زعيم ولا مسؤول ولا رئيس ولا رئيس حكومة ولا وزير ما عندوش نفس التساؤلات، ماذا سيحدث غدا، وخاصة بالنسبة للشعب الأمريكي. وعندما يعني لما نيجي نتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية ونناقش في الولايات المتحدة الأمريكية ونناقش الأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية، مفيش أفضل من أستاذنا الكبير، أستاذنا كلنا، الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، علشان نسألك ماذا يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني احنا زي ما نكون كان عندنا مسرحية كبيرة قوي وفيها أحداث درامية كبيرة، ودلوقتي في مرحلة انها تنفك هذه المسرحية ونبتدي بداية تانية، يا إما فصل جديد يا إما صراع جديد. إنما في فصل بالتأكيد يعني أخيرا تم، وتم بسلام، لأنه كان في تنبؤات كتيرة أنه ممكن يبقى فصل عنيف أو نهاية عنيفة. أنه ترامب قال أنه هتتمنى للإدارة الجديدة يعني أن يكون حظها أفضل من في الخطبة من اللي حظه. الفيديو اللي هو قدمه لم يذكر طبعا اسم بايدن على وجه الإطلاق في هذا الفيديو، إنما أن بنس حضر، أن كل القيادات، بنس اللي هو نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نائب الرئيس ترامب، لأنه خد موقف في ضد ترامب في مجلس الشيوخ، الجلسة المشتركة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب الخاصة بالتصديق على نتائج الانتخابات، وكان ترامب عايزه لا يصدق ويعلن ذلك ويعمل فتنة يعني، لكن هو رفض طبعا علشان مستقبله السياسي، لكن أيضا عشان قناعاته. بنس من الناس المحافظين جدا، وعارف ان دي كانت لحظة الحقيقة بالنسبة له، وانه لحظة تبعيته العمياء لترامب جاءت الى نهايتها يعني، فخد هذا الموقف. لكن بعد كده خد مواقف مع ترامب يعني في موضوع الإقامة الادعاء عليه او الامبيتشمنت يعني، لا اعترض ومرضيش انه يعمل حاجة اوتوماتيكي نقل مجلس الشيوخ الى مجلس الشيوخ. وحتى يعني هو قال يعني انه فكرة الامبيتشمنت دلوقتي وانه هو غير صالح لقيادة الولايات المتحدة هي فكرة تتعارض مع القانون الخاص بهذا الموضوع، وانه لابد انه يكون المسألة صحية، يعني بمعنى انه عنده خلل عقلي من قبل دكاترة نفسانيين. دي المادة 25 من الدستور الامريكي 25 علشان فقال لك انا مش هلجا الى الماده 25 انا يستحيل معاها كده، انما الا ما كنا الديمقراطيين قدموا 2 امبيتشمنت مش واحده بس، اللي هو طرده من البيت الابيض بسبب الجرائم التي ارتكبها. هو اللي طبعا الديمقراطيين هنا بقى يعني انا سمعت المقدمه بتاعتك، هل يقدر يوحد امريكا او غيره؟ في ظن ان دي مقامره شويه على هذا الهدف من قبل الديمقراطيين، ان هم يدفعوا في طريق غير مضمون بالمرة، بمعنى انه ترامب علشان يتم ادانته محتاجين اغلبية الثلثين، صعب جدا انه يعني 17 من اعضاء مجلس الشيوخ ينضموا الى الجانب الديمقراطي في هذا الحكم. وكلمة 17 لان مجلس الشيوخ منقسم، عندنا 52 عضو من الحزب الديمقراطي و48 عضو. لا لا، هم 50 و50 50 و50 هم كانوا 48 و50 وخدوا النائبين بتوع جورجيا فبقت 50 و50، لكن كاميلا هاريس مرجحة، هي المرجحة، المرجحة لو احنا عندنا قرار اجرائي او قرار سياسات عالية اللي هي نائبة الرئيس الامريكي. ايوه، لان هي بتبقى الرئيسة بتاعة فبقت ليهم الاغلبية الأغلبية اللي هي 50% زائد واحد بالظبط، إنما في قرارات معينة منها محتاجة تلتين يبقى 67، فمعنى كده يحتاجوا على الأقل 17 عضو من الحزب الجمهوري، وده مش موجود. ورغم طيب ما ده اللي يقودني إلى الحديث مع حضرتك عن الانقسام في السياسة الداخلية الأمريكية الواضح جدا جدا في الحزب الجمهوري. يعني في أعضاء
سابوا واشنطن وحتى من الكونجرس ما حضروش الانوجريشن النهارده بتاع الرئيس جو بايدن الرئيس 46 وما حضروش خالص وكانت كراسيهم فاضيه ومجوش وكل حاجه مقاطعين زي ما ترامب قاطع. ولكن بنس واعضاء اخرين ومن ضمنهم الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش، جورج بوش احد قيادات الحزب الجمهوري العتاوله اللي عمل حروب اللي هو قلب انظمه العالم، ولكن راح حضر النهارده ايضا حفل الانوجريشن. هل تعتقد ان ده انقسام واضح داخل الحزب الجمهوري؟ لا، مش انقسام 50-50 يعني، يجب نقول ان الاغلبيه مع ترامب، لانه لما بنشوف التصويت اللي جرى على اقامه الادعاء في مجلس النواب بنلاقي انه 232 مقابل 197 صوت، ففي 197 صوت الحقيقه من مجلس النواب، اعتقد عدد الجمهوريين 200 وشويه، يعني في 10 او 15 نقلوا الى الصف منهم الديمقراطي شيني وعدد من الناس اللي هم يعني معروفين، وبعضهم يعني عايز ادخل هنا ساعات العناصر الشخصيه في الموضوع، يعني في طار بايت بين آل بوش وترامب، لان ترامب في الحقيقه مسح بجيب بوش في الانتخابات التمهيديه البلاط من سخريه منه من عيلته من اللي عمله الى اخره. ففي جزء عمله ترامب مع عدد من الشخصيات البارزه في الحزب الجمهوري، منها حديثه عن ماكين، في حديثه عن شيني، دول ناس كبار في الحزب، ولذلك بعض الناس استخدمت زي ليز شيني زي آل بوش ان هم المناسبه دي في ان هم يقولوا بوضوح انهم ليسوا مع ترامب، وحتى انهم ما انتخبوش ترامب، مش في معسكر ترامب، مش معسكر ترامب. لكن يوجد اغلبيه كبيره يعني ليست قليله تقف مع ترامب خوفا او لانها بتنظر الى المواجهه مع الديمقراطيين خلال المرحله المقبله. بعضهم خوف، بعضهم زي روبيو زي تيد كروز، اخرين عارفين انه لما يعني ترامب ياخد نفسه هيبتدي يعود عنده وسائل كثيره للعوده للاعلام ومهاجمتهم بشكل شخصي او بشكل خاص، لان هو واخد معسكر افكاره ليست متناسقه تقريبا مع كل الامريكيين، يعني الجمهوريين اللي هم بيسموهم انترناشناليست او ان هم بيحبذوا الجانب القياده الامريكيه في العالم، وانه دول عايزين حريه التجاره في العالم وعايزين يعيدوا الدول اللي فيها سوق مفتوحه الى اخره، هؤلاء مختلفين مع اخرين بقى من الجمهوريين اللي هم المؤيدين اللي هي القاعده الخاصه بترامب اللي هم عايزين احنا امريكا كفايه قاره. هي انا بسميها عقليه ترامب اعادت عقليه الكاوبوي الامريكي الى الواقع، عقليه الريفي الامريكي الى الواقع. انا وما بعد الطوفان، انا اهم حاجه في الدنيا داخليا، وانا الفلوس تجيلي، وانا الاقوى، وانا الاعلى، وانا مش عارف كذا وكذا. وترامب اخذ هذه المجموعه في اتجاه وبلورها كده واصبحت كلها معاه. بس مش الكاوبوي، يعني هو الاصل يعني الكاوبوي الامريكي هو الراجل اللي بيفتح الغرب وبيطلع منه الذهب. فالفكره بتاعت الراجل بتاع فكره اللي بيسموها الفرونتيرز اللي هم راحوا يعني عمروا قاره كامله تقريبا، انما هو ده ابن دايما الفكر الفاشي شويه اللي هو بيرى عنده نوازع تفوق على الاخرين بسبب العنصر او انا الافضل او انا الاحسن الى اخره. دول فاشيين، دول عاده ابناء مدينه يعني ابناء مناطق صناعيه. لما ظهروا في المانيا ما كانوش من الفلاحين الالمان، انما كانوا من ونفس الحكايه في امريكا، العنصريه بنت المدينه، بنت بالذات المناطق اللي هي هو ده اللي خلى بايدن النهارده في الكلمه بتاعته يا دكتور يقول ان احنا يجب ان نقضي على العنصريه بشكل كبير جدا، وان احنا ما يكونش في حاجه اسمها ابيض واسود. يعني حتى في الخطاب النهارده في الانوجريشن طلعت العضوه يعني من البلاك امريكانز هي اللي خرجت واتكلمت. استراتيجية بتاعت بايدن يعني واضحة من الفريق اللي اختاره، يعني ان هو واخد فريق متعدد الالوان
يعني في لاتينو وفي سود وفي بيض وفي مسلمين وفي محجبات وفي 10 يهود ومحجبات. ففي يعني ان هو بيقول ما هو في ناس شايفه امريكا على انها بلد متعدده الالوان، وان هي زي حتى يقول لك زي السلطه، بمعنى انه فيها طماطم وفيها خيار وفيها كذا، بينما في ناس بتقول لك دي اسمها الميلتنج بوت، المفروض زي في بوتقه الانصهار، الانصهار زي كده في صنع الحديد والصلب بتلاقي الحاجه بتنصهر وتبقى سبيكه واحده. فاللي عايز يبقى زينا يبقى زي المواطنين الاصليين اللي هم جم من اوروبا بافكار دينيه معينه وبلون معين وبمنهج زي الحياه، هم دول اللي المفروض اي واحد مهاجر يبقى زيهم. فكره التعدديه يعني مش مطلوبه على الاقل من هذا الفريق. امتى ترامب بقى يعود؟ انا اعتقد انه ربما يشعر بايدن بذلك، وهو انه عنده فتره قصيره، يعني ربما تكون سنه او الميت يوم الاولانيين عشان يبتدي يعمل فارق بالنسبه للشعب الامريكي. وعشان كده البرنامج بتاعه مزحوم جدا بسرعه، زي ما كنا بنقول قبل الهوى انه عنده قرارات عايز ياخدها بقرارات تنفيذيه، وده من حق رئيس الجمهوريه. بعضها بيلغي حاجات لترامب وبعضها بينشئ حاجات جديده. على سبيل المثال اللي هو البرنامج اللي هو عامله ب 1.9 تريليون دولار علشان موضوع المكافحة الكبيرة للكورونا، الكورونا واللقاحات. إنه خلال الميت يوم يبقى فيه 100 مليون أمريكي قد تم تطعيمه. ده هدف طموح للغاية جدا، هما يعني بيتوقعوا ماكسيمم إن يقدروا يعملوه 20 مليون. هو عايز هو دلوقتي وهما يعني السجل بتاع آخر أسبوعين أو ثلاثة منذ بداية الموضوع للغاية في أمريكا سيء جدا. فهو لا عايز يعمل قفزه، انا اعتقد انه هيعبئ القوات المسلحه الامريكيه، ده الطريق الوحيد. الحرس القومي هيستخدمه، هو هيستخدم كل الوسائل اللي تجعل جميع الامريكيين يروحوا ويحصل عمليه التلقيح. طبعا هو عنده دايما في المرحله دي بتبقى مهمه القرارات التنفيذيه، احنا كتير منها معروف، يعني منها الخاص بالاحتباس الحراري، اتفاقيه باريس، منها العوده لمنظمه الصحه العالميه، منها القوانين اللي بتوقف عملية طرد بعض الجنسيات ومنع بعض الجنسيات. تاني حاجة انه مجهز مشروع على طول خاص بالهجرة يدي 11 مليون امريكي طريق للجنسية للحصول على الجنسية. 11 مليون شخص مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ومقيم شرعيا، يعني بيشتغل ومخلف وغيره، وهو الناس اللي طلع بيهم قرار تنفيذي بمنعهم من الحصول على الجنسية من ترامب. بالظبط، مقابل قرار تنفيذي كان عمله أوباما بيقول نديهم باف، يعني لو أنت قعدت وبقيت كويس خلال الخمس سنين اللي جاية ممكن تحصل على الجنسية. أنا ما أعرفش الفترة الزمنية 50 أو 3 سنين، يعني 5 سنين. فهو إنما أعرف إنه هو ده اللي عايز يعيد إنشاؤه تاني بايدن. في نفس الوقت زي ما تعرف إنه هو عليه إنه يعين ما بين 3000 و5000 موظف محتاج يمشيهم من جوه، ودي حاجة لازم نشرحها للسادة المشاهدين. كل إدارة أمريكية مع كل رئيس أمريكي الحزب الذي يتولى له الحق في تغيير موظفين، مش بس الوزراء والبيت الابيض، في الحكومه الفيدراليه، في الحكومه الفيدراليه، وده بيعمل من 3000 ل 5000 موظف يتم تغييرهم فور تولي الرئيس الجديد خلال شهر او شهرين تقريبا. هو الفتره مفتوحه، يعني ترامب ما خلصهمش بعد سنه بالظبط. ترامب قعد لان ترامب كان بيغير كل يوم 10. هنطلع فاصل ونعود مره اخرى السؤال القادم بعد الفاصل. طيب، لو أنا عندي سيطرتي على مجلس الشيوخ كحزب ديمقراطي، على مجلس النواب كحزب ديمقراطي، وعلى البيت الأبيض كحزب ديمقراطي، إيه اللي هيقف في سكتي إن أنا أعدي أي قانون في الفترة القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ الحياة اليوم. عدنا لحضراتكم مرة أخرى. واضح جدا إن المسألة مش هتمر، مش هتمر بسهولة.
تخش اللعبه الان دكتور، لسه خبر حالا لسه جاي سخن جدا وهقوله لحضرتك، يعني هنتكلم على امريكا تاني وهو خاص بالولايات المتحده الامريكيه. الصين تعلن اليوم فرض عقوبات على 28 مسؤول امريكي من اداره الرئيس دونالد ترامب بدعوى انتهاكهم سياده الصين بشكل خطير، ومن ضمنهم وزير الخارجيه والمستشار التجاري للبيت الابيض ومستشار الامن القومي براين طبعا ونافرو وبومبيو ونائب وزير الخارجيه لشؤون شرق اسيا والمندوبه الامريكيه الدائمه للامم المتحده كيلي كراك كلهم بقى، والمستشار السابق للامن القومي ومستشار الرئيس دونالد ترامب في حملاته الرئاسيه السابقه. وقالت في بيان ليها النهارده ان خلال السنوات السابقه وانطلاقا من مصالح سياسيه انانيه وتحيز وكراهيه ضد الصين وعدم اظهار اي اعتبار لمصالح الشعبين، قام بعض السياسيين المناهضين للسياسه للصين في الولايات المتحده الامريكيه بتخطيط وتعزيز وتنفيذ سلسله من التحركات المجنونه التي تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخليه للصين. طبعا اخدنهم بقى وش جامد جدا. يعني الخطوه دي من الصين يعني وضحت المقصد، المقصد تعميق الخلافات الداخليه الامريكيه، لانه لما هيحصل كده هيبقى على بايدن ان هو يا اما يعيد كلام الصين او انه يرفضه وفي الحالتين يخسر. يعني لو هو ايد كلام الصين على اساس حتى سجله قبل كده في انتقادات ترامب طبعا، فانه في نفس الوقت هيبان انه كما لو كان بيستجيب لدوله اخرى ودوله منافسه او دوله معاديه بليهم ومعاديه اذا رفضوا فهياخذوا التقدمين في الحزب الديمقراطي على اساس ان هو على استعداد انه بيهادن ترامب، وانه ترامب لابد انه حد يدفع ثمن القرارات الكتيره الخاطئه التي يعني اتخذها خلال وجوده في البيت الابيض. فهنا يعني جزء منها احراج بايدن، استمرار فكره انه في الاحتكاك احتكاك بين اليمين واليسار الليبراليين والمحافظين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بس ملعوبة سياسية. والله أنا مش معجب بيها قوي، يعني أنا طبعا ما معجبش بيها، بس لا أنا بتكلم هم بيحرجوها إحراج شديد للغاية، مش معجب من زاوية التفكير لو أنا مكان الصين. يعني الصين كسبت، يعني فوز بايدن هو مكسب للصين، لأنه بيجي لك رئيس جديد للولايات المتحدة قال كده تعريفه أنه علاقته بالصين هي علاقة منافسة، وأن الصين سوق مهم للولايات المتحدة، ويعلم جيدا أن الولايات المتحدة سوق هام للصين. هذه يعني ساحة للعب أو ساحة للمنافسة السياسية والاقتصادية أنا رأيي مقبولة بالنسبة للصين، والصين لديها ما تكسب به. يعني الصين بقت الآن يعني محتكرة حاجات كتيرة جدا في أمريكا على مدى العشرين سنة اللي فاتت، 500 مليار دولار بتحولوا من الثروة الأمريكية إلى الصين. ممكن تقل شوية تزيد شوية، إنما إنك تبدأ بعملية على إحراج بايدن ووضعه في هذا المأزق في يوم ما بحيث تبقى يبدو كما لو كان في معسكر صيني بايدناوي في هذه المسألة مش لطيفة يعني، بس عملوها طبعا. طيب ده يقودني إلى 73 شخصية التي أصدر ترامب العفو عنهم، عفو رئاسي، يعني الراجل ده لا يمكن أنك أنت تتهمه بسبب وجوده في منصبه أو بسبب ما ارتكبه خلال الأربع سنوات الماضية، وده قرار كانت الناس متوقعة أن هو يصل إلى 100 شخص بس هو 73 شخص أعلن عنهم بالفعل أصدر لهم ترامب آخر قرار اتخذه كأي رئيس أمريكي دايما بيجي ليها ومجموعة كده عشان يحميهم ويحمي الأسرار اللي معاهم. سؤالي بقى، هو كان يقدر يعمل كده دون الحصول على ضوء أخضر وموافقة كده أو توائم مع الديمقراطيين في خروجه من البيت الأبيض وإن هم مش هيعترضوا على الأسماء ال 73 دول؟ في حاجة حصلت في أمريكا؟ ما يقدرش، يعني إذا كان في صفقة هتكون على حاجة تانية ممكن نتكلم عنها. الصفقة إذا كانت موجودة على فكرة تحقيق الوحدة الأمريكية، الوحدة الداخلية الأمريكية، يعني كلام بايدن في الخطاب التنصيب قايم سأكون رئيسا لكل الأمريكيين، الوحدة هي الطريق للمضي قدما ولن نفشل أبدا،
نعامل بعضنا باحترام وكرامة، وبدون الوحدة لن يكون هناك سلام. سأعمل بكل طاقتي لتوحيد الشعب الأمريكي. القصة الأمريكية لا تعتمد على شخص محدد، وما زال أمامنا الكثير الذي نقوم به. إذن فكرة الوحدة هنا استراتيجية أو جراند استراتيجي بالنسبة لبايدن، وهو مدرك تماما أنه استمرار الانقسام الأمريكي يؤدي إلى ضعف الولايات المتحدة، ليس فقط داخليا وإنما أيضا خارجيا. لكي يحدث ذلك لابد أن يكون هناك ما كنت بتتحدث عنه في قبل في المقدمة، عن فكرة الوسط القوي اللي فيه يسار ديمقراطي مع يمين ليبرال جمهوري، أو يسار جمهوري مع يمين ديمقراطي، أو يسار جمهوري مع يمين ديمقراطي آسف. فأنت عندك بتخلق كتلة وسط تساعد على أنك تطلع قوانين مهمة هو عاملها وضرورية، ومنها موضوع العنصرية وكده، لأنه دي وحدة برضو. فعندك هنا قوانين كمان، احنا هو مقدم باكج خاصة بالكورونا مش هيختلف عليها حد، وعنده باكج تانية خاصة بالبنية الأساسية مش هيختلف عليها حد، لكن اللي هيختلف عليه هو انه عايز يعمل حزمة جديدة للإنعاش الاقتصادي، ودي كبيرة، بنتكلم عن 3-4 تريليون دولار. هم قالوا ان هي هتعدي في المرحلة الأولى بتاعتها 1.7 تريليون، والمرحلة الثانية بتاعتها 1.3 ولا بوند حاجة كده كبيرة يعني. فاللي حاصل عشان تعدي دي وبيبقى فيها تفاصيل كثيرة جدا، دي تجعل انه لازم يبقى فيه كتلة جمهورية وكتلة ديمقراطية متوافقة على ذلك. هنا بايدن عليه انه يختار هنا أولوياته ايه؟ أولوياته الوحدة فعلا، وبالتالي عليه أنه يقترب من الجمهوريين، أم أنه أولوياته أنه يعني يعمل سياسة مخالفة للجمهوريين ويصطادهم في موضوع أنا رأيي ما هوش قانونيا صح، يعني موضوع الناس اللي هو إداهم عفو، هو طبعا أكتر رئيس إدى عدد ناس عفو ومعظمهم مجرمين حقيقيين، وبعضهم نصابين إلى آخره، وبعضهم زي بانون مثلا من الناس المحافظين قوي. فهو يعني الحقيقه خد المقامره الى اخرها، وجزء منها عشان ياخد فلوس يستخدمها في حمله انتخابيه جاي، يعني حجم الفلوس اللي معاه دلوقتي تتعدى 200 مليون دولار موجودين في الحساب الاكونت الخاص بانتخاباته بدعم يعني بدعم ترامب لدعم ترامب. فهو عمل بعض الحاجات دي مقايضه مع فلوس، وبعضها مقايضات ذات طبيعة سياسية، ناس مهمة في ولايات معينة إلى آخره. فهو هنا يعني الحقيقة بايدن قدام مشكلة أعتقد هو مفكر فيها كويس، يعني إن هو يعني يا إما يستمر الحرب مع ترامب، وبالتالي هيبقى عنده مشكلة هينشغل عن اللي مفروض عن موضوع التوحيد اللي هو عايز يعمله، أو إنه يأخذ وقت على الأقل هدنة سنتين لغاية انتخابات التجديد النصفي للكونجرس اللي جاي بعد سنتين، يستطيع فيها إنه ينفذ كل الحاجات الأساسية بتاعته، سواء الكورونا، الحزمة الاقتصادية المصاحبة لها، الحزمة الاقتصادية الثانية، الموضوعات الخاصة بالعنصرية. هو مجهز برضو قانون للهجرة لن يكون سهلا في التعامل مع الجمهوريين في الكونجرس طبعا. بالظبط. فهنا اعتقد انه بايدن واخد قرار انه هو دي اولوياته، هو اللي هيمشي بيها. هل سيسعى الحزب الديمقراطي في الفترة القادمة للحصول على تأييد جمهوري، رغم ان هم خلاص هم مسيطرين على كله، بس دايما اي حزب بيسيطر على كل التشريع والبيت الابيض والكونجرس كله بشقيه وبالغرفتيه بيكون خايف من قراراته. ليه؟ لان الجمهوريين لعبوها قبل كده ايام كارتر لو حضرتك تفتكر، they stepped back وسابوا الديمقراطيين لبسوا في كل القرارات الغلط، فبالتالي عاد الحزب الجمهوري واخد 16 سنه في الحكم وراها على طول، ثلاث فترات متتاليه او سوري 12 سنه في الحكم ورا بعض. هل سيلجا الحزب الجمهوري لنفس طريقه التعامل، وان هو يسيبهم هم اللي ياخدوا القرارات بحيث لو كانت خاطئه او ادت الى بعض السلبيه في التطبيق يدفع الحزب الديمقراطي ثمنها حتى يعود الجمهوري الى الساحه؟ انا رايي من التسرع دلوقتي نتكلم عن موقف جمهوري، لان الجمهوريين حاليا منقسمين بشكل واضح،
وهم محتاجين عملية توحيد داخلية بينهم. فدي واحدة، يعني من الصعب دلوقتي احنا نتكلم عن استراتيجية زي اللي حصلت قبل كده. ثانيا انه في الحقيقة الزمن اتغير، انه في جزء من الزمن لصالح بايدن، لانه لو انه قوانين الهجرة اللي هو عايز يعملها معناها انك انت بتضيف اصوات جديدة للديمقراطيين، وده جزء من عملية الحرب الاصلية اللي عملها ترامب ضد قوانين الهجرة اللي هي موجودة والحائط اللي هو عايز يعمله. هو هيصدر قرار النهارده او اصدره فعلا، انه لان احنا خد بالك فرق التوقيت، ففي 7-8 ساعات شغل في امريكا، انه هيوقف اي بنى موجود في الحائط اللي بين المكسيك وامريكا والحاجات الخاصه بالاطفال والدريمرز وكل الكلام زي كده، وكل دول طبعا هيخشوا يدينوا بالولاء للحزب الديمقراطي بالظبط. فعندك 10-15 مليون صوت هيخشوا في بالذات، هم لو هم كمان في ولايات من اللي هي المتارجحه دي راحت الدنيا، يبقى انت هنا عندك طبعا وقت كبير. هنا بايدن عليه ان هو يراهن على المدى الطويل نسبيا، وانه على الاقل محتاج سكينه لسنتين اللي جايين لغايه الانتخابات التجديد النصفي اللي في العادة لازم تقلب الأغلبية، لأنه اللي في الحكم لازم يخسر شوية، اللي في الحكم، لأنه من الصعب أنك ترضي كل الناس، ومن الصعب أن تنجح كل الأوقات، وإنت اللي دلوقتي بتتحاسب. يعني اللي هو موجود في الكرسي بيبتدي، يعني ده قانون حتى في كل بلاد العالم، أنه اللي بيحكم ما لم يكن في فترات تحول قومي، يعني تحرير او حاجه او حرب عالميه او غيره، بتلاقي انه لا، بيبتدي بقى ممكن جدا انك حملات الانتقاد المستمره تجعل الشعبيه بتاعه الحزب الحاكم بتتراجع. طيب انا عندي نظره كده، سن بايدن قد لا يسمح له انه يدخل الانتخابات مره ثانيه، انتخابات الرئاسه الامريكيه. بايدن معدي 70 سنة. بايدن 78 سنة. يعني 78 سنة، ده معناه ان انتخابات الرئاسة الامريكية هيكون عدت 80 سنة، والامريكان عادة ده بالنسبة لهم قد يكون علامة استفهام. هل تعتقد ان الفترة القادمة ستشهد منافسات داخل الحزب الديمقراطي على من سيخلفه، خاصة ان كاميلا هاريس ممكن جدا ما تكونش على قدر كبير، ولا ده بدري ان احنا نحكم عليه؟ هو بدري شوية، لكن هي توقف على صحة بايدن هتكون ايه خلال المرحلة. هو كان عنده في وقت من الاوقات بعض المتاعب القلبية، لكن اصبح جيد، وهو حريص دايما وهو داخل على البوديوم ان هو يجري قدام الجمهور على طريقة اوباما. هو كلامه ونطقه كله متزن، فأنا مش شايف الحقيقة لو وصل لسن ال 82 بعد الفترة الأولانية وكان ناجح إن في حاجة ممكن توقفه. يعني لأنه بقى غرض الآن للأمريكان استعادة الوحدة. في يعني حالة إرهاق داخل الولايات المتحدة من 4 سنين اللي فاتت، وأيضا خوف. اللي حصل يوم 6 يناير بيدي إشارة سريعة اللي ممكن يحصل لو انقسمت البلاد أكثر مما هي منقسمة. يعني لاحظ انك انت عندك انقسام، لما تبص على خريطة الانتخابات تلاقي ولايات حمراء كتير جنب بعض وولايات زرقاء كتير، فانت عندك هنا الانقسام كله بقت في ايد ولايتين تلاتة. الوضع ده جديد نسبيا بالنسبة للولايات المتحدة، كان في الانتخابات دي والانتخابات 2016، انك انت مش عندك، يعني ممكن يحصل ان ناس في كاليفورنيا تنتخب ريجن مثلا اللي هو المحافظ. لا هو فيه، ولكن اللاند سلايدنج كان واضح جدا في بعض الولايات المحددة من البداية. لا المتأرجحة فضلت هم التلاتة الاساسيين او الاربعة الاساسيين في الانتخابين دول، انما قبل كده يعني كانت حصل بالورق والقلم. بيبقى ممكن انه يحصل تحولات داخل الولايات لصالح الحزب المنافس. دكتور عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بمركز مصر للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، أنا بشكرك شكرا جزيلا، استمتع جدا بالحوار مع حضرتك. شكرا جزيلا. ورؤيتك